حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. في المدى، ملف الإشراف الأممي على الانتخابات يقسم القوى السياسية إلى فريقين. في صحيفة الزمن، تسجيل 1134 إصابة مؤكدة بكورونا، والإقليم يستأنف دوام المدارس. في عربي 21، احتجاجات بمحافظات عراقية ضد الفساد واعتقال ناشطين. عنونت القدس العربي، الولايات المتحدة ستعود إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وفي العرب اللندنية، دبلوماسية اللقاح، الهند صيدلية العالم تنافس الصين بلد المنشأ لكورونا. في أوبزيرفر، خطاب بايدن عن اليمن وروسيا تحول عن سياسة ترامب. أما في الجارديان، المخابرات الروسية جندت ترامب منذ 40 عاما، والموساد ربما قتل قطب الإعلام ماكسويل. أولى المقالات نبدأها من صحيفة الميثاق الوطني العراقي، ومقالة للكاتب أحمد صبري جاء فيها: طائفية إعلام أحزاب السلطة الحاكمة بالعراق، تحول التوجه الطائفي والعرقي والديني لأغلب وسائل الإعلام العراقية بعد احتلال العراق قد تحول إلى ظاهرة خطيرة في المجتمع، إذ أصبح لكل طائفة وهوية عرقية صحيفة وإذاعة وتلفزيون وموقع إخباري، والذي حول الإعلام العراقي إلى منابر دعائية تخدم مخططات خارجية من دون اهتمام في التصدي للتحديات والمخاطر الداخلية الحقيقية التي تواجه العراق، ولا سيما متابعة مسار الرفض الشعبي للطبقة السياسية وأحزابها في إدارة شؤون العراق، والتنبيه إلى استشراء الفساد وضياع ثروات العراقيين. لقد أفرزت الأوضاع التي شهدها العراق عددا من الظواهر تجسدت في البداية بحالة من الفوضى والانفلات الإعلامي، عددا هائلا من الصحف والمنشورات أول الأمر كإحدى صفحات المشهد الإعلامي العراقي الجديد لسهولة إنتاجها وتوزيعها. لم تقف السلطات موقف المتفرج إزاء هذا الانفلات، وواجهته في التضييق وحملات تكميم الأفواه واستهداف الصحفيين بالاغتيالات والخطف، الأمر الذي انعكس سلبا على حرية الرأي والتعبير وعلى انسيابية حركة الإعلام والصحافة، وبما جعل من حرية الصحافة في العراق تمضي صوب منحدر خطير. وما يؤكد ما ذهبنا إليه أن رئيس الوزراء السابق نور المالكي حاول خلال ولايتيه السيطرة على الماكينة الإعلامية المحلية بعد أن اعتبرها بمثابة الوسيلة الأمثل لتسويق نفسه وتبرير سياساته، إذ خرق كافة قوانين حرية الصحافة والتعبير عن الرأي ووضع قيوداً وإجراءات صارمة على العمل الصحفي. واستخدمت الحكومة هيئة الإعلام والاتصالات كرقيب مباشر على وسائل الإعلام، ووصل الأمر إلى حد تدخل الهيئة بالسياسة التحريرية لوسائل الإعلام وتحديد نوع التغطية وتهديد وسائل الإعلام بالإغلاق وسحب الإجازة إذا تجاوزت الخطوط الحمراء بما مسموح به من النقد. وأضاف الكاتب: وبعد مرور نحو 18 عاما على هذه التجربة نستطيع القول إنها كانت فاشلة ولم تلبي مشاغل العراقيين وتطلعاتهم، وتحولت من صوت للشعب إلى منبر للطائفة والعرق وللترويج لمشاريعها، وأصبحت أسيرة لهذا النهج الذي أبعدها عن رسالتها النبيلة منبرا حقيقيا لكشف اللصوص ومبددي المال العام. وعن دور الأمم المتحدة في العراق، جيني بلاس خارت أنموذجا كتب حسين صالح السبعاوي في موقع رسام، وقد جاء في هذه المقالة: إن من مبادئ وميثاق الأمم المتحدة احترام سيادة الدول الأعضاء واحترام سيادة القانون والعدالة وإرساء سلام عادل ودائم في العالم بأسره،
والعمل على حل النزاعات بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان الدولي والحريات الأساسية، وأيضا من ذلك احترام المساواة في الحقوق بين الجميع دون ما تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. منذ تولي بلاس خارت المسؤولية في العراق وجميع مواقفها منحازة للحكومة وبالضد من ضحاياها من الشعب العراقي، سواء كان هؤلاء الضحايا من أهالي الوسط والغربية أو من ضحايا المظاهرات وانتفاضة تشرين التي بدأت في تشرين عام 2019 وإلى الآن، وقد قتل على أيدي القوات الحكومية وميليشياتها قرابة 1000 متظاهر أغلبهم من أهالي الوسط والجنوب. وما زالت بلاس خارت تدعم الحكومة العراقية ولا تحملها المسؤولية عن هذه الانتهاكات ضد الشعب، وعندما تقدم تقاريرها إلى الأمين العام أو لمجلس الأمن نجد أن أغلب تقاريرها غير منصفة ومنحازة، وأحياناً تساوي بين الجلاد والضحية، وهذا ما ظهر في تقريرها المقدم إلى الأمين العام ومجلس الأمن في آب عام 2020 وفي 25 من تشرين الأول أكتوبر عام 2020. وهكذا في بقية تقاريرها لا تذكر شيئا عن المقابر الجماعية التي لا يمر الشهر إلا ونسمع عن اكتشاف مقبرة جماعية وجثث مجهولة في مناطق العرب السنة، سواء في الموصل أو الفلوجة، وآخرها في مقبرة الإسحاق في محافظة صلاح الدين. كما أن من مساوئ بلاس خارت التي تضاف إلى مساوئها السابقة إذكاء الطائفية وترسيخ الحكم الثيوقراطي في العراق. أضاف الكاتب: وهنا أريد أن أذكر بعض الشعوبيين من ساسة العراق الذين يدعون السيادة والممانعة زورا وبهتانا، والذين ينتمون إلى إيران فكرا وسلوكا، ولم يكن لهم أي رد فعل على هذه الزيارة. ماذا لو ذهبت ممثلة الأمم المتحدة إلى الدول العربية أو إلى الجامعة العربية بكون العراق جزءا منها وعضوا مؤسسا في الجامعة؟ هل ستسكتون كما سكتتم على زيارتها لإيران، أم سوف تنتفضون عليها وتوجهون ماكينتكم الإعلامية الطائفية ضدها، وستأخذكم العزة بالإثم على أن هذا التصرف يمس سيادة العراق؟ وفي صحيفة المدى كتب علي حسين مقالا جاء فيه: أثقلت صفحات الكوميديا في العراق النقاش الذي يعلو كل يوم في مجالس سياسيين عن السيادة وأخواتها وقطع أنف المنظمات الدولية. والله العظيم يا جماعة مهزلة، هذا بحسب تعبير الكاتب. عليكم أن تخجلوا، تتنافسون باسم السيادة على نهب ثروات البلاد والعبث بأمنها، وكأن خراب مدن العراق لا يمس السيادة ولا تقلب ساستنا الأشاوس، ساعة يقدمون الولاء لطهران وساعة أخرى لغيرها. بالأمس أخبرنا ائتلاف دولة القانون بأنه سيقطع أنف الأمم المتحدة إذا حاولت أن تدسه في شؤون الانتخابات، فالجماهير التي تعشق الساسة وتهتف باسمهم في الساحات ترفض المساس بالسيادة الوطنية. يتمتع العديد من أعضاء ائتلاف دولة القانون كما يروى عنهم بروح مرحة وقدرة غير عادية على اصطياد النكات في أصعب المواقف كآبة ومأساوية، وعلى هذا الاعتبار علينا أن نقرأ تصريحاتهم الأخيرة بشأن الإشراف الأممي على الانتخابات، والتي بدأت فيها مساحة الانزعاج وحجم العصبية غريبة وعجيبة، وكأننا أمام عدوان غاشم على كراسيهم، وأن الحديث عن مراقبة دولية أمر في غاية الخطورة على مستقبل البلاد. فقد وصف المتعالمون ببواطن الأمور وأسرارها انزعاج ائتلاف دولة القانون من الإشراف الأممي، لأنه يريد النيل من الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات 17 الماضية. المتابعون لتقلبات ائتلاف دولة القانون يلمحون إلى أن الائتلاف يتوقع أن يكتسح الانتخابات القادمة، وأن رياح الإشراف الدولي ستأتي على غير ما تشتهي سفن دولة القانون،
يدرك ائتلاف دولة القانون ومعه جميع القوى السياسية أن عدم ذهاب الناس إلى الانتخابات في عام 2018 كانت رسالة واضحة، وهي أن أكثر من ثلاثة أرباع الشعب لا يريدهم ولا يثق بخطابهم. أضاف الكاتب: الآن نحن بصدد تطور مذهل يتمثل في أن بعض القوى السياسية لا تريد أن يحدث أي تغيير حقيقي في هذا البلد، وإن بعض الساسة يعني ينتقل من مرحلة الاستظراف إلى تنصيب نفسه متحدثا باسم الدولة، يبيع للناس تصريحات لا تختلف في نوعيتها عن تصريحات الأوهام الأمنية والمشاريع العملاقة وخيرات الشهرستاني التي قطفها وحده. وفي صحيفة الزمان اخترنا لكم مقالة للكاتب علي ضياء الدين، قد جاء فيها: لم يعد العراقيون يتطلعون إلى المستقبل، لقد أسدلوا الستار عليه ونسوه لأنهم مشغولون بالمصائب النازلة على رؤوسهم كالمطارق كل يوم من أيام حياتهم الكئيبة والحزينة والمحفوفة بالمخاطر. فنتابع التفاصيل. لا شيء أبدا، هذا بلد مستباح للجميع، بيت بلا أبواب، جسد يعاني اضمحلال الروح، قلب يموت فيه الضمير، ومنظومة أخلاقية تترنح وتتداعى. أعمى البصير فقط من لا يرى أو يلمس حقائق الفقر والمرض والأمية تتصاعد وتتسع وتتوحش أكثر، بينما تستولي قلة قليلة من طباع البشر على ثروات البلاد، وكما لو أنها ميراث عائلي آل إليهم بقوة الشرع والقانون. العراقي يعيش في قلب المأساة التي تنخر في حياته اليومية، فكيف يمكن له أن يتحدث عن مستقبل؟ هل هناك بصيص من أمل يلوح في الأفق أمامه وهو يشاهد من على وسائل الإعلام بين حين وحين واحداً من سياسي الصدفة ممن قذفت بهم الإرادات الأجنبية ليكون في قلب الحياة السياسية والأمنية والمالية والإدارية لهذا البلد، وهو يعترف بكل وقاحة وصلافة وتحد واستهتار بأنه قد ارتشى وتلقى عمولات وعقد صفقات ومد يده إلى المال العام وتلاعب بالأمانة، ثم وأخيراً يفلت بجلده وكأن لا جديد تحت الشمس وكل شيء على ما يرام. إنه يعود أخيراً إلى موطنه القلبي ويلتحق بأولاده وزوجته ويطمئنهم أن مستقبلهم ومستقبل من يأتي بعدهم بخير، بينما أفراد هذا الشعب الذين يعيشون على أرضه ويتقلبون على جمره يتضورون جوعاً أو يبحثون في القمامة. أي مستقبل ينتظر هذا البلد عندما يزور مسؤولون كبار شهادات دراسية يزورونها على مرأى وعلم الجميع، ثم لا أحد في هذا النظام المتهالك يجرؤ على محاسبتهم. العراقيون اليوم يحنون إلى الماضي، ليس لأن الماضي أجمل وأرق وأنظف، وإنما لأنه أقل مرارة فحسب. هكذا وصف الكاتب، وتساءل: ترى ما الذي يرسم البسمة على شفاههم؟ ما الذي يطمئنهم على أن أولادهم سيكونون في أمان وعلى أن وطنهم سيحتفظ باسمه وبجغرافيته؟ استعرض تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تهديدات حقيقية تواجه مدينة بابل القديمة في العراق، وهي أحد مواقع التراث العالمي معترف بها لدى اليونسكو. وأوضحت صحيفة أن تلك التهديدات تتراوح بين القديمة والحديثة، وقد أشار تقريرها إلى أن بعض جدرانها معرض للانهيار ويقاتل ناشطون للحفاظ على إرث المدينة العريقة. لإبراز أهمية المدينة بجميع تفاصيلها حتى أصغرها، سلط التقرير الضوء على عالم الآثار العراقي عمار الطائي البالغ من العمر 29 عاماً، الذي التقط لوحاً طينياً كان قد سقط من أحد جدران المدينة القديمة، تظهر عليه آثار مخالب كلب كان يتجول على الطين قبل جفافه منذ أكثر من 2000 عام.
ووفقا للصحيفة يعمل الطائي في مشروع صندوق الآثار العالمية، ويهدف من خلال عمله إلى الحد من الضرر الذي بات يلحق بواحد من أهم المواقع الأثرية في العالم. وبحسب التقرير فهناك عوامل عدة تشكل خطراً على المدينة التاريخية، منها خطوط الأنابيب النفطية وأعمال الإنشاءات التي تخلق تهديداً لمساحات شاسعة من المدينة. ويلفت التقرير إلى معاناة بابل الممتدة منذ مئات السنوات وحتى منتصف القرن الماضي، عندما اعتاد سكان القرى المجاورة على تفكيك جدرانها لاستخدام الطوب بأعمال بناء خاصة بهم. ورغم أن بعض الجدران لا تزال قائمة، إلا أن ارتفاع منسوب المياه في المنطقة بات يعزز مخاطر سقوطها بشكل كامل. أوضح التقرير أيضاً وجود أجزاء تآكلت فعلاً بسبب الملح، ما جعلها تنهار بمجرد لمسها. وذكر التقرير بناءً على وزارة النفط العراقية، ذكر محطة قياس لواحدة من ثلاثة أنابيب مدت في السنوات الأخيرة داخل أسوار المدينة. وفقاً لما نقل الصحيفة عن تقرير عده المتحف البريطاني، فقد لحقت أضرار كبيرة بهذه المدينة التاريخية بسبب قاعدة بناها مقاتلون تابعون للجيش الأمريكي بعد دخول العراق عام 2003. تضمن إنشاؤها حفر خنادق فضلاً عن قيادة المدرعات في المنطقة ذات الشوارع الهشة. إلى صحيفة الغارديان، وفيها المخابرات الروسية جندت ترامب منذ 40 عاما، والموساد ربما قتل قطب الإعلام ماكسويل. فقد تصدر كتاب كريك أونجر الجديد عناوين الصحف عنوانات الصحف بسبب تهمة من عقيد سابق في جهاز الكجبي يدعى يوري شيفس. وذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان أحد أصول جهاز الاستخبارات الروسي لمدة 40 عاما. وكما أشار أونجر نفسه، أشار فقد وصف المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية مايكل موريل ترامب بأنه عميل غير مقصود للروس. ووصف أيضا مدير الأمن القومي السابق جيمس كليبر أنه في الواقع من أصول استخبارية. وقال المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية جون برينان أن ترامب هو في جيب بوتين. الكاتب كما يشير عنوانه الفرعي حول كيفية تضويف الكي جي بي لترامب وما يتصل به من حكايات الجنس والجشع والغدر والسلطة، كان زاخرا بقصص عن أصدقاء ترامب بما في ذلك تاجر الجنس جيفري أبشتاين وقطب الصحافة البريطاني السابق روبرت ماكسويل وابنته جيزيلين. أشارت قراءة الغارديان إلى أن ماكسويل كان قريبا جدا من جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد والكي جي بي بالإضافة إلى كونه ناشرا. وقال مؤلف الكتب أونجر إن الموساد ربما كان مسؤولا عن مقتل ماكسويل في عرض البحر. ووفقا للكتاب فقد أفاد مصدر قريب من مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن ماكسويل سيتم القضاء عليه قريبا، وبالفعل ذهب روبرت ماكسويل في عداد المفقودين بعد 3 أيام من هذا التحذير. ولكن لم تكن هناك إشارات في الكتاب تؤكد أن المؤلف قد اتصل بالصحفي سيمور هيرش المعروف بالتحقيقات الحاسمة لتأكيد هذه المعلومات، خاصة من مصدرها الأصلي الأسترالي الذي نقل المعلومات عن مصدر مجلس وزراء الاحتلال. طرح أضيق منزل في لندن مع عرض يبلغ 1.70 متر فقط طرح للبيع بأكثر من 1,000,000 يورو، وهو يقع بين صالون لتصفيف الشعر وعيادة طبيب. كان هذا المبنى المثير للفضول والمؤلف من 5 طوابق والواقع في حي شيردز بوش في الأصل كان متجرا للقبعات الفكتورية في مع مستودعات لتخزين البضائع ومساكن في الطوابق العليا. في إشارة إلى ماضيه، واحتفظ هذا المنزل بنافذة صغيرة مزينة بمصباح على شكل قبعة مستديرة.
تقدر قيمة هذا العقار العجيب الذي يملك واجهة زرقاء وبالكاد يمكن ملاحظة وجوده تقدر ب 950 ألف جنيه استرليني. بالنسبة إلى ديفيد مارز مدير المبيعات في الوكالة المسؤولة عن بيع هذا المبنى، فإن هذا السعر يفسر من خلال حقيقة أن هذا المنزل الذي بني في نهاية القرن التاسع عشر أو في بداية القرن العشرين يمثل جزءا فريدا من تاريخ لندن، وقال إنه جزء من سحر مدينة لندن. نبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صداقنا من جديد من الرافدين في رعاية الله.